آخر كان ليه تصريح أيضا مهم جدا، واللي بيقول فيه هنطبق لائحة العقوبات على محمود علاء واضحة وصريحة. اللاعب يتعرض لضغوطات كبيرة، وقال كمان محمد عمر المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري أكد أن محمود علاء مدافع الفريق هيخضع للائحة العقوبات بعد أزمته مع حكم مباراة الداخلية، في طبعا أنه هو مش عارف سبب انفعال محمود علاء كان عامل كده ليه، ولكن من المؤكد أن في شيء حدث، ولكن فضلنا عدم التحدث مع اللاعب بعد المباراة. ووجهة نظره أن محمود علاء مر بضغوط كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، وطبعا اللاعب عنده طموح، والطموح ده كلكم عارفينه، وفكره ان هو يخرج من بوابه نادي الزمالك وان هو يروح لفتره اعاره، عايز يثبت للناس كلها انه كان يستحق مكانته وان هو يرجع تاني نادي بعد فتره طويله، وان هو ده بيفرق مع اي لاعب بشكل كبير جدا، ان هو بيكون عايز يثبت للجميع او يرد كرامته او يرد مكانته بشكل عام، وده بيكون حق مشروع لاي لاعب بيدخل في تحدي مع نفسه. كمان تحدثوا أيضا عن مستوى الفريق بشكل عام في الدوري، وقالوا ماشيين بخطة كويس مع الاتحاد السكندري، وبيتابعوا أسلوب الواقعية في العام اللي فات، كانوا بينافسوا على الهبوط وعلى الموسم الحالي، بياخدوا الأمور خطوة بخطوة علشان قبل ما يفكروا أو قبل ما يسبقوا الخطوات، وبيفكروا بواقعية لحد ما يوصلوا طبعا للمنافسة على الدوري. وإن زوران تكيف سريعا جدا على أجواء الدوري المصري بسبب حالة التكاتف اللي بيشهدها النادي في الوقت الحالي. دي أبرز التصريحات الخاصة بالأمور اللي داخل الاتحاد السكندري.